أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة، أكد أنه توجيه سموه بإقامة دورة الحكام والفنيين والمنظمين الأولى تأتي من منطلق حرص سموه على تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع اللجان العاملة للإعداد والتحضير بصورة مثالية لإقامة منافسات النسخة الثانية من هذه البطولة أقوى رجل بحريني. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: وجهنا اللجنة المنظمة العليا بإقامة دورة للحكام والفنيين والمنظمين، وذلك حرصا منا على رفع مستوى وكفاءة أعضاء هذه اللجان من أجل تقديم الأداء الأفضل في الإعداد والتحضير للنسخة الثانية من بطولة أقوى رجل بحريني، والتي ستنطلق في فبراير من العام المقبل، وكذلك التصفيات التي تسبق المرحلة النهائية من هذا الحدث. فهذه الدورة ستخلق توافقا وتكاملا من خلال تعزيز التعاون فيما بين هذه اللجان الذي سترتكز عليها إقامة هذا الملتقى الرياضي. وأضاف سموه: تعتبر هذه الدورة واحدة من الأهداف التي رسمناها في النسخة الثانية من البطولة، حيث نطلع من خلالها لصقل قدرات وإمكانيات الشباب البحريني المشارك في العملية التنظيمية والفنية والتحكيمية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجهود اللجنة المنظمة العليا للبطولة في إقامة هذه الدورة والتحضير لإقامة التصفيات التأهيلية، موجها سموه في الوقت ذاته اللجنة للإعداد لإقامة الدورة الثانية في يوليو الجاري، والتي اعتبرها سموه استكمالا لأهداف الدورة الأولى لصقل الطاقات البحرينية الشابة المشاركة في تنظيم وإدارة البطولة. للوصول للاحترافية لتطوير النواحي الفنية لغرس مفهوم فريق العمل الواحد، عديدة هي الأهداف التي كانت وراء إقامة هذه الدورة التدريبية. فالنجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى من بطولة أقوى رجل بحريني هو بذاته الدافع الأبرز للسعي قدما نحو المزيد. نعم، فالوصول إلى القمة سهلا إذا ما قارناه بمسألة الحفاظ عليها. هي أربع دورات تدريبية للحكام والمنظمين والفنيين بين جزء نظري وآخر عملي. فإذا تطرقنا للجانب النظري، رأيناه قد تمحور على تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الحكام وأعضاء اللجان العاملة الأخرى، مع التركيز على بناء شخصية الحكم المحترف بما يخدم تحقيق أعلى معدلات النجاح. أهداف كثيرة عندنا من وراء هذه البطولة. أول شيء، الهدف الأساسي أن احنا نأهل الحكام لمستويات أكبر. يعني اللعبة الجديدة ما عندنا حكام مؤهلين لهذه اللعبة، فاحنا نبي نوصلهم بطريقة احترافية عشان نجاح البطولة. يعني أكثر نجاحات البطولات اعتماد على نجاح التحكيم. واحنا الهدف الثاني وبعد المهم، احنا أن ندمج أو نقوي العلاقات بين اللجان. بطولة أقوى رجل بحريني هي من ضمن المبادرات التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والهادفة لدعم المجال الشبابي والرياضي بمملكة البحرين. هي نظرة ذات طابع بعيد المدى تعكس قدرة الشباب البحريني على خوض غمار التحدي، ترجم سموه من خلالها تطلعات جلالة الملك المفدى الرامية لتسخير الجهود في سبيل تطوير وارتقاء الحركة الشبابية والرياضية بالمملكة. هو بذاته التأكيد على الدور الحضاري والريادي للمملكة الهاجس الأسمى للتنمية والتطوير. فتوجيه سموه للجنة المنظمة العليا بإقامة دورة للحكام والمنظمين والفنيين لهذه البطولة جاء من حرص سموه على الوصول للاحترافية في شتى النواحي، وهذا ما تجسد في الجانب العملي المكمل للجانب النظري من الدورة، حيث قدم رئيس لجنة الحكام السيد أحمد جمشير والسيد علي عبد الله يوسف المدير الفني لرفع الأثقال بالاتحاد البحريني شرحا مفصلا عن الأمور الفنية والتكتيكية التي سترفع من أداء الحكام وتدفعهم للظهور بصورة مميزة في إدارة مسابقات البطولة. كما قدم شرحا تفصيليا عن المسابقات التي ستشهدها التصفيات التأهيلية المقرر إقامتها في سبتمبر القادم. الجانب الآخر والمهم سلامة اللاعب، لأن يعني حكم عنده وظيفتين من وظائف الأساسية، أنه هو يطبق القانون، والثاني شيء والمهم احنا عندنا سلامة اللاعب، أن على قدر المستطاع أن الحكم
نحاول على تجنب الإصابات من قبل اللاعبين. أبرز النقاط اللي تمحورت اليوم هي تختص بالألعاب طبعا أو الرياضات اللي راح تستخدم في التصفيات، ومنها رياضة البنش بريس أو لعبة البنش بريس والرجلين أو السكوات والديد ليفت. تم طبعا شرح الجوانب الفنية، وكذلك يعني اتطرقنا إلى جوانب السلامة والسيفتي وكيفية يعني أو آلية توزيع الحكام ومواقعهم في نفس الوقت. يعني نشكر اللجنة المنظمة على تنظيم هالدورة، لأن بالأمس أضافت لنا في النظري معلومات كنا مو ملمين فيها، واليوم جينا هني وشفنا العملي وعرفنا أمور وايد كنا نجهل عنها، وهذا شيء بيطور منطور فيها من نفسنا احنا حق المستقبل ان شاء الله. كنا منظمين حق نقطه دخول اللاعبين، تعلمنا من الدوره اشياء وايد عشان نتخطى الاخطاء اللي صارت في الدوره السابقه. صار بيننا وبين الحكام تنظيم اكثر زين، نسغنا دخول اللاعبين يكون على جزئين بيننا وبين الحكام عشان سهوله دخول اللاعبين حق الساحه وينافسون في الميدان. ان هذه الدوره التدريبيه النظريه العمليه واحده من الاهداف التي رسمها سموه في النسخه الثانيه من البطوله، حيث يتطلع من خلالها لصقل قدرات وإمكانيات الشباب البحريني المشارك في العملية التنظيمية والفنية والتحكيمية، حيث سيكون لذلك بالغ الأثر الإيجابي لمواصلة الجهود الرامية لتأهيل الكوادر البحرينية الشابة لتكون قادرة بصورة احترافية على تنظيم وإدارة مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية، والذي ينعكس بدوره على تطور وارتقاء مستوى العنصر البشري.